ناس وهي بتتكلم عن وزارة السكان متخيل انهم هيحسوا بيها لما يرجع لهم ترجع لهم تاني اعلانات حسنين ومحمدين, حسنين ومحمدين وانظر حولك وحبوب امان الموضوعيه الحمله اللي هي نفضل نتكلم فيها على تحديد الناس للرؤيه الجديده للوزاره محتاجه توصل للناس اكتر من خلال ترجمه فعليه يحسوا بيها. ايه الترجمه الفعليه؟ طيب انا بس كنت عايزه الاول برضو نقطتين كده ارد عليهم بالنسبه للدكتوره ناديه لانه دول مهمين ان المشاهدين يبقوا فاهمين الوضع. انا متفقه مع الدكتوره ناديه في حاجات ومختلفه مع الدكتوره ناديه في حاجات. فانا متفقه معاها انه نسبه الفقر زادت, وده طبعا مش اتفاق, ده العلم بيقول. احنا الاثنين من خلفية زي ما بيقولوا اكاديمية, فالعلم بيقول ايه؟ بيقول ان نسبة الفقر زادت, بيقول ان نسبة تطور المرأة او مشاركة المرأة قلت, وان دي حتة مهمة جدا في تكوين الأسرة. في نفس الوقت اللي برضو عايزة اوضح انه السكان ما ابتدتش المعدلات الزيادة السكانية مش مرة واحدة طلعت, هي تدريجيا وزادت قوي او وضحت في الصورة اللي احنا شايفينها دي من بعد 2011-2012-2013, فهي مش مرة واحدة طلعت. الحاجة التانية اللي إن لو استمرينا على الحال ده فأي جهود حضرتك بتدعو إليها من جهود التنمية لن تصلح أي شيء. حتى لو قلنا التنمية والمجتمع أو المجتمع المدني هو اللي ياخد الدور, وأن الحكومة هي اللي ما تعملش, يعني كل ده لا, أنا عاوز الحكومة تعمل بالضبط. ففي الآخر هنبص نلاقي أن كل الجهود بتروح بدون جدوى. الحكومة بتعمل لده يمكن برضو دي حاجة أحب أوضحها. لما بنكون إحنا الأكاديميين بيبقى متحمسين جدا للأرقام اللي قدامنا والبيانات والدلائل, لكن حضرتك لما بتروحي للتنفيذ الصعوبات اللي بتقابل حضرتك ما هياش بالسهولة اللي إحنا متصورينها. يعني أنا بتكلم ده وأنا واحدة جاية بقول أنا هعمل 1-2-3 والنتائج عندي والمؤشرات اللي هحسبها وخلافه, لكن عند التنفيذ في حاجات عوائق وصعوبات بتقابلنا. فحتى لو السادة الوزراء قعدوا وناقشوا حاجات بيضطروا إنهم يشوفوا إزاي يطبقوا النظري على الواقع, اللي هي تطبيق النظرية على أرض الواقع. فلازم هيبقى فيه دراسات أخرى في النص تقدر تعدل طريقة التفكير ومسار التفكير. وده يمكن أحب أنه هو يوضح للناس أنه المجموعات, سواء المجموعة الاقتصادية, مجلس الوزراء, كله بيحاول بشتى الطرق أنه هو يحط قدامه الدلائل العلمية وكيفية التعامل معاها علشان نقلها على أرض الواقع بطريقة ممكن تفيد المواطن المصري. فدي حاجة كنت عايزة بس أوضحها. الحاجة التانية اللي حضرتك بتسأل عليها, طيب إحنا إزاي هنفيد الإنسان أو هنفيد المواطن المصري فيما يخص الخصائص؟ مش ده كان سؤال حضرتك؟ لا. الموضوع ده هو ما بيجيش برضو مرة واحدة. هي الخطة التنفيذية يمكن أنا أحب قوي أن كل الناس تطلع عليها, هتبقى موجودة على موقع المجلس القومي للسكان لأن لسه موقع الوزارة تحت الإنشاء, هتبقى موجودة قريب جدا, يعني يمكن أسبوع من النهاردة إن شاء الله. الخطة التنفيذية فيها إيه؟ فيها مثلا وزارة الصحة بتقوم على تقديم خدمات تنظيم الأسرة. إحنا عارفين أنه عشان وده يرد على حضرتك ليه في الفترة الأخرانية أو من 2005-2006-2008 وابتدى معدل الإنجاب يزيد, لأنه كان في شوية تراخي في خدمات تنظيم الأسرة على مستوى الوحدات الصحية, ما بقاش فيه المتابعة الجيدة زي الأول. زادت قوي بعد الثورة, لأن بعد الثورة احنا لسه يدوبك بنشد حيلنا هو بنرجع الخدمة كما كانت والمتابعة وخلافه. في الفترة اللي بعد الثورة ما كانش فيه حد بينزل, ما حدش بيروح, الوحدة الصحية مقفولة تقريبا ما فيهاش حد. فحصل تراخي شديد في خدمات تنظيم الأسرة, أدت انه الستات اللي كانت حتى بتبقى عايزة تستخدم وسائل لتنظيم الأسرة
ما كانش بتستخدم، وبالتالي شيء طبيعي ان الناس تخلف. يعني ما هو حتى لو انا عايزه يعني انظم اسرتي ومش قادره انزل من بيتي وخلافه، فانا مش هستخدم وسيله وهخلف. نعم. فده كان عامل مهم جدا. دور بقى ارجع تاني للخطه، انه وزاره الصحه بتقوم على تنشطه هذه الخدمات من خلال اعاده تدريب الأطباء والممرضات اللي في الوحدات، علشان خاطر يعرفوا أنه الست ليها اللي بتيجي تستخدم وسيلة تنظيم أسرة دي، مش بس أن أنا بقول لها خدي الوسيلة وخلاص، ده لازم أشرح لها الوسيلة دي بتشتغل إزاي، لو حصل لها مضاعفات تعمل إيه، لو حبت أنها تغير وسيلة تتصرف إزاي، ما تروحش من نفسها كده وتروح مبطلة مثلا استخدام لوحدها. في أسلوب معين للتعامل مع بالذات خدمة تنظيم الأسرة. ده احنا في صدد يعني بالتعاون مع وزارة الصحة في صدد تقوية هذه الخدمة داخل الوحدات الصحية. طب تيجي بقى المنظومة التعليمية. على فكرة من ضمن المحاور الهامة جدا في الاستراتيجية او في الخطة التنفيذية هي الاهتمام بالتعليم، وخاصة تعليم الفتيات ورفع قدرات المرأة المصرية.